البنك المركزي خلاص والبنوك كلها اغلبها يعني في حوالي 6 بنوك دلوقتي داخله في المحفظه الالكترونيه للموبايل. المحفظه الالكترونيه للموبايل انا كطالب من اول تتكلم في برايمري مثلا في 5 ابتدائي وطالع لغايه ثانويه عامه، الطلبه دي بتحتاج بتلعب جيمز على الموبايل، بيحتاج يشتري جيمز، ممكن يحتاج يشتري حاجه من كانتين المدرسه بتاعه، فعايز مصروفه يحطه في محفظه الكترونيه على الموبايل. محفظه الكترونيه على الموبايل ده اقدر احول لواحد صاحبي فلوس، اقدر اشحن التليفون بتاعي بمبالغ بسيطه بالموبايل وانا قاعد في البيت،